الرحمن الرحيم. الفيديو ده يمكن غريب شوية على قناة الحكيم باشا، لأنه باختصار هو إعلان. هو إعلان عن في حاجة اسمها كارت تيلدا. كارت تيلدا ده كارت فيزا كارد عادي، كارد اي تي ام، هو اسمه واسطة كارد مش فيزا كارد. يعني احنا في مصر يعني جرت العادة ان احنا نسميه كارت فيزا، بس هو كارت اي تي ام، كارت مشتريات، كارت انترنت. طب انا عندي بطاقة المرتبات مثلا بتاعت ميزة فيها كل مميزات الكارت الاي تي ام، يعني وبشتري منها من النت وبحول منها فلوس واستقبل منها، وعندي انستاباي ببعت وبستقبل عليه، ايه اهمية اني يبقى عندي كارت تاني مختلف عن الكارت بتاع المرتبات بتاعي او من حساب البنك بتاعي؟ هقولك ممكن تحتاجه في كذا حاجة. ممكن يبقى عندك ابنك او زوجتك او حد مسافر او حاجة، وعايز تديله كارت فيه فلوس، بحيث ممكن تبعت له لو احتاج فلوس في اي وقت. ابنك مثلا في كلية في مكان تاني او في محافظة تانية، او بنتك وعايز تخلي معاها كارت بحيث لما تعوز منك فلوس تبعت لها عليه، وهي ما عندهاش حساب على البنك او هو ما عندوش حساب في البنك، فممكن تعمل له بدل ما تعمل حساب جديد خالص على بنك جديد، انت كده الحساب ده في الكارت ده في حساب، ممكن تبعت له فلوس او تستقبل منه فلوس في اي وقت. في مزايا تانية في كارت تيلدا، زي مثلا التقسيط، ان انا ممكن اشتري اي حاجة اونلاين واقسطها، يعني اما بدون فوائد خالص، وده طبعا الاصح شرعا يعني، او بفوائد بسيطه، لكن هو في بعض البنوك وبعض المتاجر بتسمح بالتعامل معها بنظام تلدا بتقسيط بدون فوائد تماما، طبعا على فترات صغيره 6 شهور مثلا او بكتير او سنه او بفوائد. ف انك تشتري حاجه وتقسطها بعد ما تشتريها، ده شيء طبعا من مزايا تلدا. ده كمان ممكن انت تكون اشتريت حاجه قبل كده واشتريتها بالفعل ودفعت ثمنها بالفعل من كارت تيلدا، لكن بعد كده اتزنقت في فلوسها، جبت مثلا موبايل مثلا ب5000 جنيه، مثلا ب10000 جنيه، وكان معاك ثمن وقتها في تيلدا، وبعد كده بعدها باسبوع او بيوم او باتنين حبيت تقسط المبلغ اللي انت اوريدي دفعته، فهيتقسط هيرجع لك المبلغ تاني ويتسحب منك بقى على اقساط. طبعا موضوع التقسيط ده انا لا انصح به الا من يضمن نفسه انه هيعرف يسدد، لان في حاجه اسمها فخ التقسيط، ودي بيقع فيها كتير ممن لا يخططون تخطيطا سليما في حياتهم، فتلاقيه وقع بعد شويه بانه عليه اقساط اكتر من دخله او اكتر من اللي ممكن يحوشه من دخله، وبالتالي ممكن يدخل في انه ياخد قرض عشان يسدد الاقساط اللي عليه، وتدخل في دوامه الديون اللي ما بتنتهيش. فالاقساط دي ينصح بها فقط اللي عارف ميزانيته كويس ويقدر يدفع اقساطه بدون ما يأثر على ميزانيته. دي بعض مزايا كارت تيلدا. طب كارت تيلدا ده مضمون؟ هو كارت ما بين شركة المنتجة لي، يعني شركة ماستر كارد اللي هي الحامل العلامة التجارية، وما بين بنك القاهرة المصري، فهو مضمون على اعلى المستويات وبيضمنه بنك القاهره شخصيا. وطبعا لو ليك حساب اصلا في بنك القاهره فده بيديك مزايا كمان افضل من لو مالكش حساب، لكن ده مش شرط. المزايا المهمه في كارت تيلدا انك مش محتاج اكتر من زياره واحده لاقرب فرع بيتعامل مع كارت تيلدا في المكان او المحافظه بتاعتك. في هنا مثلا في سوهاج عندنا بي تيك اللي في شارع الجمهوريه، فيها الفرع بتاع تيلدا اللي في سوهاج، بياخد بالضبط معاك 5 دقايق ليس الا. انت بتحجز على النت، بتنزل الابليكيشن زي ما هوريك بعد شويه، وبتحط طبعا بياناتك وبتحط رقم تليفونك اللي هتتعامل بيه، وبيقول لك صور لي البطاقه وش وظهر، بتصورهم، بعد كده بيديك ما يقول لك روح اقرب مكان لتيلدا، بتروح اقرب مكان لتيلدا، بياخد منك البطاقة بيصورها وش وظهر عند هو الموظف، بيطبق الصورة اللي عنده مع الصورة اللي انت بعتها له، يبقى انت فعلا اللي حاجز البطاقة دي، وبعد كده بيديك البطاقة في خلال ما يزيدش عن 5 دقايق. بعد كده بيبقى عندك بطاقة ماستر كارد ممكن تستخدمها في اي حاجة. طبعا من ضمن المزايا الاخرى انك ممكن يبقى عندك اوريدي حساب في البنك لكن عليه مبلغ كبير مثلا، وانت خايف تدخل بيه على النت مشتريات في اي موقع او مشتريات او تدفع بيه فواتير، خوفا طبعا من الهاكر والسرقة، وكانت الحاجات دي مش كتيرة او يعني صعب ان حد يسرقك بالطريقة دي الا لو الموقع اصلا موقع مشبوه،
لكن يعني في ناس تحب الامان اكتر، فيقول لك انا اخلي معايا كرت تيلدا ده ابعت فيه مثلا 200 300 الف جنيه، يعني 200 300 جنيه او 1000 جنيه، يعني مش 200 الف يا جماعه، 200 جنيه او 1000 جنيه، بحيث ان انا يبقى ايه ده كارت التعاملات الماليه بتاعتي. انا جربته للاسف مع فيسبوك برضو لسه مش شغال، فيعني يعني نتمنى ان الكروت كلها تتفتح على فيسبوك وعلى عموما المواقع الاجنبيه، لكن هو لغايه دلوقتي ما بيشتغلش على فيسبوك. هندخل من اللينك ده كده، هبعت لك اللينك طبعا هتلاقيه في وصف الفيديو، هتدخل على اللينك من هنا كده هيقول لك تمام متابعه، اوكي متابعه، هيفتحه مثلا من متجر جوجل بلاي، انا كده بفتح معاك اهو، بتقول تثبيت، هيبتدي ينزل معاك الايه تطبيق تلدا، تطبيق حجمه صغير جدا 29 ميجا بايت فقط. انا هوريك بشكل عملي انت ازاي هتتعامل او ازاي هتنزل الابليكيشن وازاي هتشترك فيه. هتدخل بعد كده من هنا بعد ما هيخلص التثبيت بتاعه هيفتح معاك اهو، متابعة هنا هيفتحه كده خلاص، فتحت تلدا. طبعا في عروض طبعا بتيجي من تلدا، انت ممكن تشتري منها يعني لو مشترياتك عدت مبلغ معين بيجي لك حاجة في كاش باك، يقال ان لو حد اشترك عن طريقك بتاخد انت برضو عليه كاش باك، فيها شوية مزايا يعني لسه ما استكشفناهاش كلها، لكن انا شايف انها حاجة كويسة. هنقول هنا ابدأ. ممكن طبعا تعمل، ممكن تحوش فيها فلوس بالمناسبة، ممكن تدخل فيها تحوش فيها فلوس، يعني هنا مثلا من ضمن المزايا اللي هو كده كده ان انت ممكن تبقى عارف كل حساباتك، وممكن تبرمج فيها فواتيرك مثلا حاجة كده، وممكن تحوش تعمل اكتر من محفظة جوه نفس الحساب. طبعا هو بيديك اكاونت على موقع تلدا ده او على ابلكيشن تلدا، فعن طريق الاكاونت اللي على الابلكيشن انت ممكن تحوش فلوس او تعمل محفظة داخل المحفظة، كأنك عامل يعني جيب سري جوه محفظتك بتحوش فيه مبلغ معين كل شهر، زي ما قلت لك ممكن تقسط فيه وبتجيلك عليه عروض وكاش باكات كتيرة، ولو حد دخل عن طريقك ممكن برضو بتاخد انت كاش باك او بتاخد بونص عليه. هندوس ابدأ هنا، هيقول لك رقم الموبايل، انا طبعا بدخل رقم الموبايل اللي هو 010، بعدها هنا 011، متابعة، هيبعت لي هو هيقول لي دخل رقم مرور لحسابك، هنقول مثلا 1 1 2 2 3 3، هقول لك انا بعت لك رمز او كده، لو دوست على كده هيستقبل الرمز اوتوماتيك ويدخله. اهو دخله اهو، لسه ما دخلوش من الرسائل اهو كده، دخل اهو اسمك مثلا الاول واسمك الاخير، هدخل اسم الاول اهو مثلا احمد والاخير العجمي، هدوس متابعة، هيقول لك دخل يوزر نيم، هنقول مثلا احمد العجمي 1979، متابعة، تمام كده تقول تم. هنا هيقول لك بقى ايه كده، انت عندك حساب، وجود حساب في حد ذاته لا يعني ان انت معاك بطاقة، الحساب ممكن تقبل عليه فلوس او تبعت منه فلوس من غير ما يكون عندك بطاقة. طبعا البطاقة احنا لو عايز اعمل بطاقة بدوس على احصل على البطاقة دي بيقول لك بقى دخل عنوانك الحالي، المدينة والمنطقة والشارع والحي وكده، وتأكد العنوان، وبعديها الخطوة اللي بعديها هيقول لك صور البطاقة وش وده. انا هنا هدخل المدينة مصر، المدينة قصدي سوهاج، الدولة مصر، طبعا الدولة ما تنفعش بره مصر، فهي الدولة ما فيهاش اختيار، المنطقة سوهاج هكتب برضه سوهاج المدينة، يعني سوهاج المدينة، وين اكتب اسم الشارع والحي، وهنا اسم المبنى كده وتأكيد العنوان. هنا هيطلب مني اصور البطاقة وش وظهر، ودي اخر خطوة، انا هقف هنا مش هصورها، دي اخر خطوة بالنسبة لي. بعد كده هيقول لي روح لاقرب، او طبعا مش كده مش هتحصل، مش هيفرق كتير يعني، ممكن نصورها دلوقتي.
هقول له متابعة. تمام، هنا اول ما هصورها كده هو بص كده في لحظة معينة، هو اول ما بحطها كده كده هو قابلها، قال لك قابل البطاقة، بحطها في النص بالظبط كده، لقطها لوحده اهو شايف من غير ما اديش حاجة، تتأكد ان البطاقة كده سليمة اهي، دي سليمة، تأكيد الوجه الامامي مظبوط، الوجه الخلفي مظبوط، تمام كده، اوكي كده. هنا قال لك الرقم القومي ده مستخدم من موبايل اخر، لان انا اصلا عندي بطاقة تانية، فعشان كده ايه مش هيقبل معايا. الخطوة اللي بعد دي لما عشان كده كنت عايز اعملها انا، الخطوة اللي بعد دي مباشرة انه هيقول لك روح لاقرب فرع عشان تستلم البطاقة. هنا احنا ايه لما نجي ندخل تاني كده، ممكن ادخل بالفينجر برنت، تمام، ممكن ادخل بصمة كده. انا دخلت هنا بيقول لي صور الوجه الامامي والخلفي للبطاقة، انا طبعا البطاقة مسجلة قبل كده فمش هيرضى يديهاني، لان مش هيرضى يديني اكتر من بطاقة واحدة فقط لكل رقم قومي. فهنا انا اصبح عندي على الموبايل التاني ده عندي حساب تاني من تلدا باسمي، لكن مش هقدر احط بطاقة تانية بطاقة تلدا تانية على نفس البطاقة. البطاقة نفسها طبعا انت لما بتستخدمها في اي محل برا هي كارت اي تي ام عادي خالص، كارت بتشغل عادي خالص، وممكن تشتري منه من النت.